السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال، هذه المنصة الرائعة الكريمة في كل مكان في مصر والوطن العربي. أسعد الله مساءكم بكل خير وطيب أوقاتكم. حلقة جديدة من برنامج قرآنا يمشي، وبصحبة العلماء الكرام فضيلة الدكتور مجدي الشريف المشرف على لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة المكرمة، والعالم الجليل فضيلة الدكتور ياسر نصيف رضوان عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الشريعة بجامعة الأزهر. ولقاء يتجدد كل أسبوع، ودايما بنفكركم بأنه الأسبوع الماضي كان عندنا سؤال وكنا بنتمنى ونرجو إجابات كثيرة، والحمد لله جات لنا إجابات كثيرة. النهاردة بنتكلم على رأيته قدرة الله، ولكن لازم نفكركم بسؤال الحلقة الماضية واللي كان بيقول كيف تتنور قلوبنا بالمحبة والمودة، وده يخلينا نبدأ بسرعة ونتوجه لفضيلة الدكتور مجدي الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تتنور قلوبنا بالمودة وبالمحبة؟ نعم، علشان يعني نسعى إلى هذه الكيفية. طيب ليه؟ يعني ليه يبقى قلوبنا فيها المودة والمحبة؟ لأن هو الطريق الوحيد إلى الجنة، هو مفتاح الجنة. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طيب الحل إيه؟ كيف نصل إلى ذلك؟ بالنظر إلى النعم. الله أكبر. زي ما حضرتك دايما تردد هذه الآية الكريمة، وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. اذكر. نعم. فلان دكتور ياسر الله أنعم عليه كثير من النعم، وفي بعض الأخطاء، لأنه بني آدم. يعني إيه بني آدم؟ يعني كل بني آدم خطاء. فعندما ننظر إلى نعم الله تبارك وتعالى فيه والخيرات التي أودعها الله تبارك وتعالى فيه، تأتي المحبة في قلوبنا، يتنور القلب بالمحبة والمودة، يفتح طريق الجنة. يعني يبقى كيف تتنور قلوبنا بالمودة والمحبة؟ نعم. بالنظر إلى النعم والنظر إلى النعم. يعني ذكر النعم يا دكتور. نعم. ذكر النعم يخلينا نتحمل الابتلاء. نعم. يجلب المحبة. يجلب المحبة. يعني لا ينبغي للعبد ألا ينظر إلى النقطة السوداء في الثوب الأبيض. نعم. يعني ينظر إلى الإيجابيات، ينظر إلى الخير الذي في من أمامه، لا ينظر إلى السلبيات. نعم. وكل منا عنده جزء فارغ وجزء مملوء. نعم. نظرية نصف الكوب الفارغ والنصف الكوب المملوء. نعم. دكتور ياسر كنت تواصلت مع الدكتور في النقطة دي، لأنه أصل الحقيقة هو موضوع رائع. يعني عايز الجنة؟ اتكلم. نعم. عن النعم. نعم. طب ما بتعرفش تتكلم عن النعم ودايما ترصد الأخطاء ودايما تتصيد الأخطاء للناس. نعم. ودايما يعني تتابع أخطاء الناس، ضيعت منك مفتاح الجنة. وكنت حضرتك أشرت لهذه النقطة. نعم. في لقاء سابق، إنه بذكر النعم بتتنور. نعم. القلوب تتنور القلوب، وبنتمكن من مفتاح. نعم. الجنة بالجملة. النظر حتى بالهدية، حتى بالسلام، أفشوا السلام بيننا. نعم. وإحنا بنفشي السلام تأتي المحبة فتتنور القلوب بالمحبة والمودة. يعني يجب على المؤمن أن يبحث عن المعاذير لغيره. نعم. لا يبحث عن الأخطاء لغيره. نعم. يبحث له عن المعاذير. الأخطاء ده شيء لا محال منه في الإنسان. نعم. كل بني آدم يعني لا يمكن أن تقول كلمة كل إلا بعد الاستقراء التام. نعم. ولا يمكن الاستقراء التام للإنسان، ولكن بالوحي يستطيع أن يحدث. يستحضرني فضيلة الدكتور قول الإمام الشافعي عشان بيحسن الظن، لو أني رأيت رجلا يقف فوق سفح جبل ويقول أنا ربكم الأعلى لقلت لعله كان يقرأ الآية. الله. يعني واحد يقف ويقول أنا ربكم الأعلى كذا كفر وكذا وكذا، أقول لعله كان يعني أبحث له عن عذر. عن عذر. ولو وجدته وهو يشرب الخمر وتبلل ملابسه وتبلل لحياته لقلت لعل أحد الناس قد سكبها عليه. الله. يعني ما دام في مجال ان احنا نلاقي له عذر. يعني في اسوأ الظروف. يعني هو شوف يعني يراه بعيني راس. لابد. ايضا من انني اذكر سيدنا عيسى عليه السلام راى اللص وهو يسرق وامسك به وقال له والله ما سرقت. راح سابه قال له يا نبي الله ده كان يسرق امامنا. قال صدق الله وكذبت عيني عيسى. الله. يعني ما دام اقسم خلاص يا اخي افتح له الباب. يبقى كيف تتنور لا تغلقه. تتنور قلوبنا يا دكتور. نعم. بالمحبه والموده. نعم.
بالذكر. 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 نعم. طيب نروح بقى بعد إذن يعني فضيلاتكم على السؤال على الهدية بتاعت اليوم. وإحنا بنتكلم النهاردة الهدية من كتاب الدين الحق، وهو من مؤلفات فضيلة الدكتور مجدي الشريف، ومن أفضل الكتب اللي ننصح بكل أهلنا في كل حتة إن هم يتابعوها ويقرأوها لما له من خير كبير، وأسلموا على يعني بسبب هذا الكتاب كثير من الناس الحمد لله. ربنا يحفظ الدكتور مجدي. بنتكلم النهاردة عن الهدية، وهي أخفض أو يعني أوطأ أخفض منطقة على سطح الأرض، وكيف كانت سببا في أن يسلم البروفيسور بارما. نعم تفضل يا دكتور. نعم البروفيسور بارما سأله بعض العلماء من هيئة الإعجاز العلمي القرآن والسنة عندما التقوا معه هذا السؤال البسيط، ما هي أخفض منطقة على سطح الأرض؟ هو من يعني من هواة صنع المجسمات الدقيقة لكوكب الأرض، بيتدارسها وجيولوجيتها وما إلى ذلك، فعمل مجسم ضخم جدا جدا بكل دقة على كل كوكب الأرض. فبدأ يضغط على الزر علشان يجيب، فجاء إذا بالسهم، هو كاتب على السهم أخفض منطقة على سطح الأرض. إيه هي؟ هي منطقة حوض البحر الميت. كل بحار الدنيا، كل بحار الدنيا كلها المستوى زيرو كلها إلا بحر واحد اللي هو البحر الميت. تنخفض مياه البحر الميت عن كل بحار الدنيا بحوالي 400 متر. الله. انخفض. هي المياه الوحيدة، كل مياه الدنيا بيسموه مستوى البحر، مستوى صفر زيرو. إلا مياه البحر الميت. تنخفض مياه البحر الميت عن كل بحار الدنيا بحوالي 400 متر. تمام. فحوض البحر الميت هو أخفض منطقة على سطح الأرض. فلما اطلع على هذه الآيات القرآنية بعد أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. قولك أدنى يعني أقرب وأخفض. تقول هذا البيت أدناهم، هذا البيت أخفضهم، هذا البيت أدناهم، هذا البيت أقربهم، والمعنيين موجودين في هذه الآية القرآنية. طبعا المعجزات في هذه الآيات كانت واضحة جدا في عصر الرسول عليه السلام، لما سيدنا أبو بكر قرأ هذه الآيات وأخبرهم، وهم من بعد غلبهم سيحدث أمر سيغلبون في بضع سنين، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والحمد لله كما حدثت الأحداث وأسلم حينها ناس كثير. النهاردة كذلك علماء الجيولوجيا لما بيقرأوا هذه الآيات، غلبت الروم في أدنى الأرض، أخفض منطقة على سطح الأرض، فكان رد فعل هذا العالم الجليل البروفيسور بارما، هو المشرف على الاحتفال المئوي لعلماء الجيولوجيا، فكان تعليقه رائع جدا، أعلن لكل الدنيا، قال لا يمكن أن يكون هذا إلا بوحي من الله. الله. نعم. الله. وإن شاء الله نقرأ هذا الكلام تاني بنقف عند نقطة التوافق. 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 نعم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك الدراسة الجميلة بتاعت البروفيسور موريس بوكاي القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم الحديث، قال لا يمكن أن تجد حرف في القرآن الكريم يختلف العلم أبدا، بل يتوافقان. لماذا؟ لأنه من عند الله. الله. نعم. الله. التوافق يا دكتور ياسر يعني نعم. يجعل الكل يركع نعم. أمام جلال الله. نعم. لا يستطيع عقل أن يقف أمام هذه يعني البينات الواضحة. الكون كله، الكون كله الله تبارك وتعالى بيقول وكلهم في فلك يسبحون. الله. فقالوا العلماء أن السباحة معنى الكون كله يسبح، فيعني بيتحرك في إطار دائري. نعم. وما دام في إطار دائرة، هذا الفلك، الدائرة في أي الدائري. جزء منها ما ينفعش يبقى مستقيم، أي جزء من الدائرة فيها انحناء. الله. معنى كده ان الكون كله في انحناء لله رب العالمين. الله. وفي الحديث ان الشمس في كل يوم نعم. تستأذن ربها، تسجد نعم. تحت العرش وتستأذن ربها نعم. في انها تطلع وما تطلعش في الله. كل يوم نعم. والانسان لا يشعر بهذا نعم. فكون هؤلاء العلماء يدركون هذه الحقائق ما يقدروش، خلاص حقائق مادية محسوسة حطوا ايديهم عليها، لابد الله. ان يعلنوا صراحة انه لا اله الا الله محمد رسول الله.
صلى الله عليه وسلم. الدكتور يعني ايه دخل بينا فورا في تنوير التفكير. تنوير التفكير، انا حضرتك النهارده يعني حاطط لنا في تنوير التفكير في كل، شيء نرى انه لا يقدر، على ذلك الا الله. نعم. دي عايزه مننا يعني قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثلها. ان تحدثنا في هذه النقطه الى يوم القيامه لن نوفيها. نعم. في كل شيء نرى باعيننا انه لا يقدر على ذلك الا الله. النقطه الجميله اللي ذكرها فضيله الدكتور ياسر ان كل الكون في انحناء مستمر، النجم والشجر يسجدان، الكبير والصغير في حاله سجود مستمر. نعم. قوله تعالى يسجدان فعل مضارع يفيد الاستمرار. لا بس حضرتك المره اللي فاتت قلت لي على النجم. نعم. ترتيب تاني غير اللي انا كنت اعرفه. نجم تمام. النبات النجم هنا في التفاسير له معنيين. المعنى الاول في الصغير اللي هو النبت الصغير، والمعنى الثاني النجم الكبير، والاثنين المفسرين تحدثوا بها، ولكن الايه معناها ان الكبير والصغير زي ما تفضل الدكتور ذكر هذه الايه، كل الكبير والصغير في حاله سجود مستمر. يعني ايه في حاله مستمر؟ كل انحناء كما قال في تفسير الطبري كل انحناء هو سجود. نعم. كل انحناء هو، فكل الخلق الكبير والصغير حتى الالكترونات حتى البروتونات كلها في مسارات دائريه، كلها في حاله انحناء مستمر. يعني مش النجم مفرد نجوم، هذا الاثنين صحيحين. النجم مفرد، النجم الكبير والنجم الصغير الاثنين صحيح في التفسير. النجوم في السماء صحيح، والنجم اللي هو النبت الصغير أيضا على الارض، هذا صحيح. النبت الصغير النبت الافقي الذي لا ساق له اسمه نجم. ودائما يا دكتورنا الحبيب الكلمه يعني مثلا كلمه والارض بعد ذلك دحاها. نعم. كلمه دحاها تجد في كتاب لسان العرب خمس معاني. الدحو والحجاره هو المرامه بها، الأضحوة هي مبيد النعامة، خمس معاني، والخمس معاني كلها مقصودة علميا. نعم. هذه من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ودي عظمة اللفظ العربي يا معالي الدكتور. نعم. تعدد معاني. نعم. ولذلك بتثار بعض الشبهات، مش عشان شبهات موجودة، عشان عدم إدراك للغة العربية. نعم. ويقولوا أنتوا عندكم القرآن بتقولوا عليه قرآن عربي فصيح وفيه أخطاء. حاشي ورونا الأخطاء، ما فيش أخطاء، هم مش فاهم. نعم. ولذلك العلماء قالوا لنا إن لو واحد استشكل عليه فهم نص من النصوص مقصود بالنص هو القرآن أو السنة، يستشكل عقله ولا يستشكل النص طبعاً. يعني يقول أكيد أنا مش فاهم حتى يفهمه ربنا. ولو جاني واحد بشبهة أقول له أنا مش فاهم، لكن الآية صحيحة والحديث صحيح وليس هناك خطأ، لكن يقول لي طب اشرح لي، أقول له ما أعرفش اشرح لك، أنا مش متخصص. هنا النقطة الجميلة بعد إذن حضرتك، تأتي الشمس في كل يوم، هنا نقطة جميلة جداً. قال الله تعالى كل يوم هو في شأن. يعني ايه كل يوم هو في شأن؟ يعني كل آن، كما في كل التفاسير، يعني كل آن. يبقى كلمة كل يوم مش يعني يوم 24 ساعة، 24 ساعة. يعني كل لحظة، كل آن، كل برهة يبدأ يوم جديد. لذلك عندما نقرأ الحديث أن الشمس تأتي في كل يوم، يعني في كل آن، يعني في كل لحظة، كل لحظة هي في سجود مستمر. لماذا في كل لحظة؟ لأن في هذه اللحظة اللي الشمس موجودة فيها بينها وبين آلاف من الأجرام السماوية تجاذبات. المطلوب في هذه اللحظة إن الآلاف من هذه التجاذبات كلها تكون محصلتها توازن، محصلتها زيرو، لا تنفلت ولا تنجذب. من يضمن لها ذلك؟ لا يمكن أن يضمن لها ذلك إلا خالقها سبحانه وتعالى. طيب بعد برهة، بعد لحظة، بعد ثانية، الشمس هتمشي 60 كيلو في هذه الثانية، يعني هتكون في مكان غير المكان، يعني هتدخل في مجال جديد، هتدخل في آلاف من التجاذبات الجديدة. ذلك تقدير. من يضمن لها أن التجاذبات الجديدة اللي هي رايحة لها أيضا سوف تكون متزنة؟ متزنة، لا يمكن أن يضمن لها ذلك إلا خالقها. لذلك في كل لحظة، في كل برهة، الشمس تنحني انحناء مستمر تحت عرش الرحمن، تستأذن ربها فيأذن لها. الله. وإلا لا يمكن، لا يمكن إلا أنها تنفلت أو تنجذب. ما الذي يمسكها ويمسك كل الكون؟ هو الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. نفس الآية عن الخلق تنتهي بقوله تعالى إنه كان حليما غفورا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا. يعني كما إن الله لا يقدر على أن يمسك هذا الكون إلا الله وحده لا شريك له، حق على جميع خلقه سبحانه وتعالى أن يتوجهوا له بالتسبيح والتعظيم والتنزيه سبحانه وتعالى. يعني المقصود بالشمس كل شمس، ما هو طبعاً الشمس ده النجم، كل النجوم وممكن في نعم كل لحظة تستأذن شموس أخرى. نعم أكيد. وكل الشموس دي في مليارات في حالة تجاذب وفي حالة توازن. تمام. بأمر ربنا، بأمر الله. لو حصل انفلات ولا لا حصل يقدر تقارب على ذلك إلا الله، مش ممكن ينقلب الكون. هذا في النظر للأشياء. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. طيب وفي أنفسكم؟ نعم. فلا تبصرون. يعني ممكن الدكتور يعني ننهل من علمه في قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أبدأ أنا بس في النقطة دي، إن أبسط حاجة في النفس اللي طالع ونفسه، إزاي لسان المزمار كل ما تيجي تبلي عريقك يروح قافل القصبة الهوائية علشان ما تروحش فيها. وكل ما إيه ده، من يقدر على ذلك؟ لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. أو في أنفسكم أفلا تبصرون. يا ريت سعادة الدكتور ياسر. أنا كان حد يعني ضرب مثل على عظمة ربنا سبحانه وتعالى في مفصل واحد بس. الله. رجل بسيط خالص، لا من علماء ولا من أطباء التشريح ولا غيره، قال لو أن المفصل بتاع الذراع هذا، لو أن هذا المفصل لا يعمل خلاص ما فيش حد، لو ما فيش مفصل هنا انتهى، ما فيش واحد انتهت يعرف الحضارة. يأكل بيده، كل من يحاول يطعم الآخر. يعني أنا أخذ هكذا وأطعم من بجواري، ومن بجواري على يميني يطعمني، لأني لا أستطيع أن أرفع الطعام إلى فمي. خلاص ولا يوجد حضارة، خلاص كده كده ما فيش شغل، ما فيش حضارة، حتى الطعام مش هيعرف يطعم. فحاجة بسيطة هي، كل يوم بنستخدم هذا المفصل كام مرة؟ الله. محدش فينا يفكر، محدش فينا خالص فكر. خالص نهائيا. نعم. اللي في نعم في نعم ظاهرة ونعم باطنة. ولذلك في حاجة اسمها الإعجاز الرسمي في القرآن الكريم. الله. الرسمي، ليه الكلمة دي مكتوبة كده وليه الكلمة دي مكتوبة كده وتكتب بإبداع بإعجاز، ليه التاء دي مفتوحة؟ ففي سورة الأعراف كلمة نعمة تاء مربوطة، الله أكبر، لكن نعمة الله مفتوحة، رحمة الله، الله، تلاقيها مفتوحة. ليه؟ زي رحمة الله، الله، قريب من المحسنين. نعم. طيب ليه مفتوحة؟ تفيد الاستغراق. الله. إن رحمة مطلقة. الله رحمة مطلقة. الله. نعمة الله نعمة مطلقة. الله. غير محدودة، غير مقيدة. فحتى الرسم بتاع القرآن الكريم نزل معجزة. سيدنا إبراهيم مكتوب في القرآن السنة بتاع الياء في تحتها نقطتين. نعم. وفي برضو السنة موجودة وما تحتهاش نقطتين. الله. وهي إبراهيم، وبنكتبها إبراهيم. نعم. وبنكتبها إبراهيم، يعني تلاقي إبراهيم ألف باء راء ألف هاء، يا السنة بتاع الياء إما تحتها نقطتين أو ما تحتهاش. ولا يحيطون به علم. سبحان ولا الله. ولا يقدروا على ذلك. ذلك إلا الله. النقطة برضو في هذه النقطة، معلش كل ده بناخده بالاختصار الشديد، في قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا حتى تتمهد الأرض للحياة. نستطيع أن نعد مليارات من الأشياء تألفت حتى تكون ممهدة. لو اختل شيء من هذه المليارات تتدمر الحياة على كوكب الأرض. يعني حتى تكون الحياة ممهدة لكوكب الأرض لابد من وجود الأكسجين، ولابد من وجود الأكسجين بهذا الوزن. وزن ذرة الأكسجين لابد أن يكون بهذا الوزن، لا يمكن أن يكون أقل من ذلك ولا أكثر من ذلك. لو أقل من ذلك كان فيهما نعم آلهة غير الله، غير ربنا سبحانه وتعالى. نعم. غير الله لفسدت. نعم. السماوات والأرض. وزي ما حضرتك قلت أنه فعلا النقطة ديت لو استغرقنا فيها حلقات وحلقات. نعم. هي لوحدها يعني. نعم. كتاب. نعم. لا يقدر على ذلك. لا يقدر. طيب خلينا برضو احنا بنقول احنا نورنا التفكير. نعم. في انه لا يقدر على ذلك الا الله. كل اللي حوالينا، كل شيء حوالينا لما بنتفكر نرى بعين. طب يا دكتور، يعني انا استحضرني حاجه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ افلا ينظرون
فلينظروا. الله. دعوة النظر في قديما ما كانش لا يملكون إلا النظر المجرد. نعم. ونحن الآن نملك نعم يعني أدوات النظر، تلسكوبات ومناظير. فالناس اللي موجودة دلوقتي شافت ما لم يراه القدماء. هي دي ويخلق ما لا تعلمون. والناس دي لما شافت وحصل عندها التوافق يقوم يجي العالم الجليل برما نعم يسلم لله لأنه تأكد هو وكل العلماء من فضل الله. الله. نعم. لذلك طيب. معالي الدكتور احنا أول أمر في القرآن الكريم يقرأ. نعم. والمسلم مأمور بقراءتين. نعم. أو قراءة في كتابين، كتاب الله المسطور اللي هو القرآن الكريم، وكتاب الله المنظور اللي هو الكون. ولذلك يقولون إن القرآن كون ناطق، وإن الكون قرآن صامت. الله. وإن النبي قرآن يمشي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ناخد في تنوير للسلوك. السلوك. ناخد نتوجه إلى الله في كل شيء متوكلين عليه. الذي يتنور تفكيره أنه لا يقدر على ذلك إلا الله. ونذكر في هنا هذا الحديث الجميل بهذه البشرة العظيمة، الحديث في الصحيح أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الناس قالوا يا رسول الله هلك الزرع ما فيش مطر، نريد أن تصلي بنا الاستسقاء. فقال لهم بعد الفجر نذهب لصلاة الاستسقاء. فجاء الناس بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر انطلقوا إلى الخلاء، فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بأنه يعني لا يحدث يعني أي مشكلة إلا بذنب وتتحل بالتوبة، ورغبهم على الاستغفار وعلى التوبة. قال فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه حتى ثارت السحب، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه حتى نزلت قطرات المطر. الله. فلما نزلت قطرات المطر انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت الناس مروحين. فلما اقترب الناس من منازلهم سالت السيول. الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سرعتهم إلى الكن كله بيجري بيجري علشان يلحق من السيول، ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال أشهد أن الله على كل شيء قدير. الله. وأني عبد الله ورسوله لا يلقى بهما عبد ربه غير شاك بهما فيحجب عن الجنة. الله. لا يمكن. صحيح. هذه البشرى العظيمة تشوف قدرة الله وتقر بقدرة الله وتشهد بقدرة الله فتحجب عن الجنة من فضل الله ورحمته. هنا من تنور تفكيره ورأى قدرة الله وأنه لا يقدر على ذلك إلا الله يتنور سلوكه في كل شيء، يتوجه إلى الله. ولم أكن بدعائك رب شقي، في كل شيء يقول يا رب، مهما كانت عداوة سيدنا عمر برضو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي خذ بإيده للهداية. نعم. مهما كانت عداوته، مهما كانت حماقته قبل إسلامه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي إيه خذ بإيده للهداية. ها؟ فيغلب الدعاء كل هذه الحماقات ويبقى سيدنا عمر. يبقى سيدنا عمر. يبقى سيدنا عمر. نعم. وهناخدها برضو النهاردة في قصة سيدنا عمير بإذن الله. نعم. فيتنور السلوك، نتوجه إلى الله متوكلين على الله مستعينين بالله سبحانه وتعالى. وده اللي احنا كل ده بنشجع فضيلة دكتورنا الحبيب الدكتور ياسر عشان يقول لنا يعني إيه نتوجه إلى الله، يعني إيه نتوكل على الله، يعني إيه نستعين بالله. توكل على الله يا دكتور ياسر. يعني الله تبارك وتعالى في مطلع سورة طه قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله. يعني القرآن أبدا أبدا لن يكون إلا سبب سعادة في الله. هذه الدنيا. الله. لذلك هو والسنة إذا ما تمسكنا بهما خلاص فاز وفزنا دنيا وآخرة لن تضل بعدها. ولذلك يقولون إن اليقين الصحيح هو فقدان رؤية غير الله في القلب. الله. ألا أرى في قلبي إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما بنقول لا معبود بحق إلا الله في تعريف لا إله إلا الله، في تعريف محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا رسول الله والقرآن الكريم بيغرس في نفوس الصحابة وفي نفوس المسلمين
كيفية التوكل على الله سبحانه الله وتعالى، وكيفية أن الإنسان ليس لديه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك كان بعض المشايخ يمزحون معنا يقول لك إيه مفتاح السماء ثلاث اتنينات. إيه ثلاث اتنينات؟ دمعتين فركعتين الساعة 2 الله بالليل مع ربنا، لا أرى إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك يقولون يعني واحد كان عنده هموم، واحد بيقابله بيقول له أين ذهبت همومك؟ فقال سقطت مني وأنا ساجد. الله، متى تسقط همومنا منا ونحن ساجدون؟ إذا عرفنا معنى السجود ومعنى الاقتراب من الله تبارك وتعالى، إذا عرفنا أن لنا إلها عظيما سبحانه وتعالى. ولذلك دعوة صاحب الهم كما يقول الشاعر يا صاحب الهم إن الهم مفرج أبشر بخير فإن الفرج الله. الله، طب القضية إيه؟ القضية التوكل الصحيح، سيجعل الله بعد على الله تبارك وتعالى. سيدنا خالد بن الوليد لما أسر أحد ملوك الروم وبعدين لقى فص خاتم كبير في يده فيعني لفت نظره فقال هذا نوع من السم، سم شديد جدا، إذا ما أسر يعني ملك يكسر الفص ويشرب السم عشان إيه ما تبدلش بقى، بدل ما يقعد يقول لك نبدله بألف واحد نبدله بألفين واحد ناخد فيه كذا وكذا. فسيدنا خالد قال بعض كلمات وراح كسر الفص وشربه، فقال له إيه اللي انت عملته؟ قال أنا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. النبي علمنا أن احنا نقولها ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء لا يصيبنا مكروه، وشرب السم قدام الراجل ولم يمت. طيب ما احنا ممكن كل واحد فينا يقدر يقول الذكر ده لكن ما يعرفش يقوله بالطريقة اللي قالها سيدنا خالد. فاحنا عايزين ننادي الله بالقلوب، الله نعرف ان ربنا فعلا مطلع علينا، ربنا قادر سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى مطلع. ولذلك كلمة قدير على وزن فعيل، الله، وفعيل دي صيغة مبالغة، الله، يعني كثير القدرة، يعني قدرة مطلقة غير محدودة في كل شيء. الله تبارك وتعالى في الصفات بتاع ربنا سبحانه وتعالى جاية بصيغة المبالغة لأن ملهاش حدود، في الرحمة ملوش حدود، في العفو ملوش حدود سبحانه وتعالى، لطفه سبحانه وتعالى. كيف نستعين بالله يا دكتور؟ نعم، الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. الله، يعني إزاي في كل شيء أقول يا الله؟ لم أكن بدعائك رب شقيا، حتى كل شيء أهم بعمله أقف بين إيدين ربنا وأستخير الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، نسأل ربنا كل حاجة، كل شيء تستخير الله سبحانه وتعالى، استعين به، مانيش غيره، مانيش غيره سبحانه وتعالى. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن من سعادة العبد رضاه بما قسم الله له، وإن من شقاوته ترك استخارة الله عز وجل. لا حول ولا قوة. يعني مش هتستعين بالله ده من التعب، ولما تنفذ أمر الله وتتشاور في الأمر، هذه المشورة هي أمر الله، أن المشورة قد جعلها الله رحمة لأمتي، فمن تشاور منهم لم يعدم رشدا، ومن ترك المشورة لم يعدم عناء. يعني أنا لما استعين بالله، لا طيب اللي ما بيستعينش بالله هو اللي بيتعب نفسه، بيستعين بمين؟ هو اللي ومين ده ممكن يعمل إيه يا دكتور ياسر؟ لا يستطيع. الذي معه الله معه كل شيء، وإن لم يكن معه شيء، والذي يفقد معية الله سبحانه وتعالى ليس معه شيء وان كان معه كل شيء. الله، كل الله شيء. الله. ولذلك في الآية العظيمة إياك نعبد وإياك نستعين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابا اسمه اقتضاء السنة. هذا الكتاب من ثلاث مجلدات، الله، اللي هو ايه منازل السالكين، في مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قسم إياك نعبد وإياك نستعين الى 30 منزلة. الله، وسماه الكتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لما ناخد بقى يعني مسالك أو منازل السالكين، مدارج السالكين، مدارج في منازل السالكين، يبقى لازم نسمع المكالمة أو ناخد المكالمة الأول. فضيلة الشيخ سيد عوض،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله. حضرتك يا دكتور طارق الله ينور الدنيا كلها. ربنا يكبر خاطرك ويحفظك. الله ينور الدنيا كلها يا حبيبي. يسعدك ربنا يسعدك يا حبيبي. وأنا سعيد جدا والله وسهرت النهارده مخصوص عشان أسمع الحلقة بتاعت الدكتور ياسر حبايبنا وأساتذتنا إن شاء الله. احنا اللي سعداء بمداخلتك الجميله دي فضيله الشيخ سيد. ربنا يبارك فيما عليك يا دكتور طارق ويجازيك كل خير وتواضع وادبك. يبقى احنا لازم كده بقى طالما انت اتكلمت نقول لك كمان تحياتنا ليوسف يعني ولدك الجميل الطيب يعني. بنتكلم على حضرتك كتير جدا جدا والله بنتكلم على الدكتور مجدي وامتعنا الدكتور مجدي في الاحشاء النهارده على فكره حضرتك يعني ربنا يبارك في عمره ان شاء الله. احنا بنشكرك يا فضيله الشيخ سيد على المداخله. وبنقول لك جزاك الله خير لسه فاكرين صوتك الجميل الطيب اللي كان بيشجينا الحلقه الماضيه وان شاء الله باذن الله تكون معانا قريبا باذن الله عشان نسمع الصوت الطيب تاني ان شاء الله. الامام بتاعك انا عاوزك نفسي والمشاهدين وبستنى حضراتكم بقدره الله سبحانه وتعالى اذكر ايه لو تسمح لي يعني. اتفضل. يقول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله سبحانه وتعالى قادر قدير مقتدر سبحانه وتعالى فعال لما يريد. جزاكم الله كل خير واسف جدا على الاطاله. شكرا جزيلا ليك على هذه الايات الطيبات الجميلات. ربنا يكبر خاطرك وبشكرك على المشاركه الطيبه. لذلك في حديث الرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام: من لم يدع ربه يغضب عليه. سبحان الله. امال هتقول يمين؟ مالناش غير ان احنا نقول يا رب. يا رب. يسعد العبد بقوله لم اكن بدعائك رب شقي. والعكس من يعني ما قدر الله حق قدره لو ما قلتش يا رب هتزعل ربنا. بني ادم ان سالته الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم ان سالته يغضب. يغضب ليه؟ لان الانسان اللي عنده بيخلص لكن اللي عند ربنا لا يخلص. نعم. مدارك السالكين يا دكتور. نعم. الامام ابن القيم قال ايه؟ احنا طبعا عارفين ان في صحف وكتب. نعم. في 100 صحيفه 50 منها نزلوا على شيس عليه السلام و30 على ادريس عليه السلام وفي 10 على ابراهيم و10 على موسى. دول الصحف والكتب الزبور والتوراه والانجيل والقران. فسيدنا الامام ابن القيم رحمه الله قال ان الله جمع الصحف في الكتب وجمع الكتب في القران الكريم وجمع القران الكريم في سوره الفاتحه وجمع سورة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. الله. فهذه الآية العجيبة التي جاءت بصيغة الجمع أيضا لترسي روح الأمة وروح الجماعة. ما ينفعش أقول إياك أعبد حتى لو أنا يعني واقف منفردا وبقرأ ولوحدي. برضه أقول إياك نعبد. نعم. وإياك نستعين بصيغة الجمع. نعم عشان صيغة الجمع عشان روح الجماعة عشان دايما الإنسان منا يفكر للأمة في كل شيء. ربنا يحفظك دكتور مجدي. ازاي نتعاون مع عباد الله واحنا بنتكلم بقى في تنوير المعاملات؟ هنا بقى في تنوير المعاملات. احنا الاول لما اتكلمنا في تنوير التفكير اذا قلنا في تنوير التفكير ابقى متاكد ان كل شيء لا يقدر عليه لا يقدر نرى فيه قدرة. طب اذا تنور تفكيرنا لا في كل شيء نتوجه الى الله في كل شيء نستعين بالله. ده في السلوك في تنوير السلوك. طيب اذا تنور السلوك تكون تنوير المعاملات. المعاملات كيف نتعاون مع كل العباد يتعاون معنا رب العباد. يعني تجرى مع الله تخدم من لا يرجى نفعه. لا تمنن تستكثر مش تعمل حاجة علشان لا 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 ده انت بتتقن يعني اكرام الاخرين والتعاون مع الاخرين لله عز وجل. النهاردة ابن عمي بيقول لي كلمة جميلة قوي كان اول مرة اخد بالي. بيقول لي لما ربنا قال في القرآن الرجال قوامون على النساء مش يعني الراجل قائم لا لا يعني كل النساء إن احتاجت أي شيء كل الرجال يقومون بخدمتهن بخدمتهن وهذا بمعنى إن المؤمن يتعاون مع العباد فيعينه رب العباد. وهذا هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الله كان الله في
في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. يعني لما نتعامل مع بعض بروح التعاون احنا كسبانين، وتعاون على البر والتقوى احنا كسبانين. نعم. ازاي ازاي يا دكتور ياسر لما احسن التعاون مع عباد الله مع الاخرين مع القريب مع البعيد يعود هذا التعاون علي بالنفع؟ ومما لا شك فيه هناك قاعده عشان اسمها الاستيداع. زي ما واحد بيروح يودي فلوس البنك بياخد حاجه اسمها نسيم انتداء. فاحنا المفروض اعمالنا ايضا نعمل لها اسيم انتداء، نودع جميع اعمالنا لله تبارك وتعالى. الله الله، تبقى كلها خالصه لله. الله. لذلك لا انتظر مقابل من احد، ان انا لو شغال مع ربنا انا مش منتظر بقى الطرف الثاني يرد او لا يرد. لا نريد منكم جزاء. نعم. فعشان كده الانسان بيتعب ليه؟ لانه منتظر المقابل من غيره، مقابل الخدمه دي. طب ما جالوش المقابل، طبعا احيانا ممكن يندم على فعل معروف، واحيانا ممكن يسخط على الشخص اللي هو عمل فيه معروف وما ردوش. عشان كده نستودع كل اعمالنا لله تبارك وتعالى. والواحد يقول هذا اللفظ، يقول اللهم اني استودعك كذا وكذا، وساعات بيمتنع. نعم. ما بيلاقيش رد فعل بيمتنع عن ممكن يمتنع على. يعني فهنا لو هو في بدايه العمل لا يبتغي منه الا الله تبارك وتعالى، لا يعنيه شيء من المخلوقين، سواء صانوا هذا. افعل المعروف في اهله وفي غير اهله، فان فعلته في اهله فقد اصبت اهله، وان فعلته في غير اهله فانت اهله. الله. فانت اهله. الله. ما زلت دكتور في موضوع ازاي نتعاون مع عباد الله، وازاي نفشي هذه الشيمة الطيبة الجميلة، وازاي ننشرها، ازاي نرغب الناس في ان هي تخلي كل شيء لله، ونرجع تاني يعني نرى هذا في شوارعنا وفي بيوتنا، نعلم ولادنا ازاي يبقى عندهم القدرة على التعاون. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيعلم الأمة هذه المعاني الجميلة. طبعا كلنا عارفين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأمة من إماء المدينة لا تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، تنطلق به حيث شاءت، عايزة كذا وعايزة كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذه بالضعفاء، قال ابغوني ضعفاءكم فهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. يعني هذه الخدمة اللي بيقدمها من أعطاهم الله الإمكانات فيقدمون الخدمة للآخرين، هذه الخدمة تنصر بها الأمة، ترزق بها الأمة. يعني في مثل كنت حضرتك ذكرته بأنه يعني أنا أسوتي مين؟ بالزبط. مين كان بيروح يودي المين بالليل في الضلمة ويبقى كتفه متعلم وقصص حكيت. أيه. نعم. مين إمامنا في هذا في التعاون مع عباد نعم. الله ودون يعني احتياج للشكر. نعم. يعني نعم. سيدنا عبد الله بن عباس يعلمنا هذا الموقف. نعم. كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه معتكف. الله. والمعتكف يعني معتكف يعني بيترك كل شيء في الدنيا ويعتكف، وتبتل إليه تبتيلا، متبتل منقطع للعبادة. أمنا بالله. فدخل رجل المسجد يتكلم مع سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقام سيدنا عبد الله بن عباس معه ليخرج خارج المسجد، فأحد الناس من التابعين قال يا إمام الاعتكاف، أما أنت مش معتكف كيف تخرج من المسجد؟ فرجع وبدأ يعلمه، قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن أمشي، قال من اعتكف يوما لله لا يريد به إلا وجه الله. حديث رواه الطبراني والجرير الصحيح، قال من اعتكف يوما لله لا يريد به إلا وجه الله باعد الله بينه وبين النار كما بين الخافقين. الله. أنت بتتبتل تنقطع لله عز وجل في بيت ربنا يوم واحد بس خلاص، باعد الله بينه وبين النار كما بين الخافقين. ولأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. الله. يا يعني الاعتكاف والعبادة والتبتل حلو جدا، عظيم عظيم جدا، ها، ولكن أعظم أجر من ذلك أن تمشي في حاجة أخيك قضيت أم لم تقضى. طب إحنا دلوقتي يا دكتور عندنا مثل كنت حضرتك ذكرته بيعطل الكلام اللي يعني اللي أنا فهمته من فضيلة الدكتور دلوقتي، إنه احنا مأمورين بان احنا نسعى بين الناس. نعم. نعم. وننشر هذا التعاون ونقرب، يعني
مثل اللي عزوا البيت يحرم على الجامعة وبعض الأمثال اللي ماشية في هذا الموضوع بتحبط وبتخلي الناس تتمسك شوية بالدنيا وتخرج بره مفهوم إن هي تتعاون مع عباد الله وتنشر الخير. الكارثة يا سيدي معالي الدكتور أننا عندنا شيء اسمه المورثات. مورثات من الأحكام الفقهية، مورثات من الكلمات والأمثلة. يعني اللي عايزه البيت يحرم على الجامع ده مش مقصود به الجامع اللي هو المسجد الذي نصلي فيه، الجامع الضرائب، رجل كان يمر على الناس ليأخذ منهم الضرائب فكانوا يتفلتون منه فيقولون اللي عايزه البيت يحرم على الجامع اللي هو الرجل اللي بيحصل الناس خدوها الجامع اللي هو المسجد زي مثلا الجامع ده ما جاش في اليوم ده اللي هياخد الفلوس، فالناس تفرح وترجع بالفلوس بتاعتها وتقول ايه بركه يا جامع اللي جت منك وما جتش مني، هكذا يقولون. فالناس لما يروحوا الجامع يلاقيه مقفول يقول له بركه يا جامع، فاكر ان الامر ايه المثل ده ينطبق على الجامع اللي هو المسجد، لكن هو مش جامع هنا، جامع الذي كان يجمع الضرائب على الجامع لكنها كانت جامع الضرائب. نعم اللي هو بياخد منهم الجبايه يعني. لان الامثال احيانا بعض الامثال ليها قصص واقعيه زي اللي اختشوا ماتوا مثلا، كان حريق دب في احد الحمامات العامه وبعدين الناس هربت عاريه بدون ملابس، لكن اللي هم اختشوا انهم يخرجوا بدون ملابس حرقوا داخل المكان، فقالوا ايه اللي اختشوا ماتوا، اللي اختش يعني اللي اتكسفوا انهم يطلعوا عرايا. فهذا المثل حتى لو كان على الجامع اللي هو المسجد، لا ده اللي عايزه المسجد يحرم على البيت، لان هذا يخدم دنيا واخره، يجعل البركه وبعدين يجعل البركه في البيت ما يحرم. وبعدين اثبت الشيء لا ينفي غيره، كون ان انا هصرف 1000 جنيه في البيت واصرف 1000 جنيه في المسجد، هذا جائز وهذا جائز، وانا مامور بهذا ومامور بذاك. طب هل التعاون مع عباد الله دكتور مجدي يعود على حياتنا بالنفع؟ الله أكبر. نعم. يكفي فخر العبد، كان الله في عون العبد. شوف كلمة كان الله في عون العبد، خلاص شوف لما يكون ربنا يعين الدكتور طارق اكتسب المعية، اكتسب معية الله تبارك وتعالى، خلاص وانا مش معايا ما حضرت. طب امتى؟ ما دام العبد في عون اخيه، هو الشرط الشرط موجود، هو بيجتهد في تعاون مع الآخرين في البر والخير بس، خلاص الله يكون معه يعود علينا بالنفع. طبعا ربنا حط الشرط، أنا ممكن ربنا يكون مع العبد إمتى؟ نعم. لو كان العبد ده دائما أنت بتقدم ما تستطيع، الله يعطيك بغير حساب. الله الله يعطيك ما لا تستطيع. يعني احنا ابتدينا الموضوع بأنه يعني لا يقدر على ذلك الا الله، على ذلك الا الله، لا نتوجه الا الى الله، لا نتوجه الا الله. وما دام لا نتوجه الا الله انا ببذل المجهود لعباد الله لله، فالله يعطيني كل ما اريد. الله ولا تمن تستكثر، يعني ايه لا تعطي عطيه تريد بها اكثر منها، يعني مش بتقدم، لا انت من لا يرجى نفعه بتخدمه، يعني واحد لما بتخدمه خدمة مش هيقدر يردها لك وبتخدمه ليه؟ الله. طب ولو جه تجارة مع الله، لو جه من ورا الخدمة دي عائد، هذا هو الكلام. قال إن جاءك من غير إشراف، من غير إشراف ولا سؤال فخذه يبارك لك فيه، يعني كل خير يجي لك بدون إشراف وبدون سؤال، ليس كذلك فضيلة الدكتور؟ لانه كان بيسالني احد كان بيسالني احد نسمع النقطه دي من اتفضل احد كان بيسالني احد المشايخ الافاضل معلم للقران يعني، وانه يعني يجوز انه يتقاضى اجر على تعليم القران وكده، فبرضه يعني هو برضه من باب التعاون ونشر الخير يعني يجوز ولا لا؟ اتفضل. لا شيء في ذلك. نعم. وبعدين احنا عندنا مفاهيم خاطئه، يعني الواحد منا ممكن يجيب صاحب مهنه معينه ايا كانت هذه المهنه ويعطيه ويغدق عليه، وهو يبقى عنده الجرأه انه يطلب هذا، ولما يجيب محفظ القرآن او الراقي مثلا لاولاده او لغيره يقول هياخذ اجر على القرآن، ياخذ اجر حتى على استقطاع الوقت، وانت اين لك سلطه، من اين لك السلطه ان تستدعيه من بيته؟
ثم تجعله محبوسا في بيتك لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاثة ولا تعطيه شيئا على هذا. وبعدين لما يأخذ أجر إيه المشكلة؟ حتى يشجعني أنا أن أنا أربي ابني وأقول له تبقى مقرأ للقرآن، تبقى مصلي، تبقى إمام وخطيب، تبقى كذا، لأنه عارف أنه برضه هيبقى له وضع اجتماعي معين وله دخل زيه وزي باقي المهن الأخرى. يبقى هنا حضرتك إزاي كيف نتعاون مع عباد الله؟ ده ما هيفيد الغير، هيفيد. هو مش هيتفرغ لتحفيظ الأولاد القرآن الكريم؟ نعم. طيب لو هو تخلى وغيره تخلى لعدم وجود راتب أو عدم وجود مقابل مادي، إذا لن نجد من يحفظ أبنائنا. لو شغلته الدنيا وترك هذا المجال وبحث عن مجال آخر يستطيع أن يحصل منه الفلوس دون هو يبتغي في هذا الأمر وجه الله، وترك هذا الموضوع أفسد، لأنه الأولاد مش هتتعلم. نعم صحيح، الأولاد مش صحيح هتتعلم. نعم، يبقى برضه احنا بنأكد على الكلام اللي حضرتك قلته دلوقتي، إذ كيف يعني نتعاون مع عباد الله وممكن بالتعاون دوت يعود علينا النفع لا ضرر. وهنا بقى بيوصل الحديث إيه اللي هو المؤمن هين لين سهل الجانب، يعني كل شيء يستطيع إن هو يعني يترك أجر الدنيا لأجل الآخرة يفعل ذلك، وكل شيء يأتيه بغير السؤال وبغير برضو لا بأس. بمعنى إن إيه؟ يعني لا يسأل ولا يطلب. هنوصل في النهاية على شيء مهم، إن نتعاون على البر ونتعاون على التقوى، ويعني يستأجر بعضنا بعضا في كل خير، ولكن إيه هين لين سهل الجانب. ده هيخليني بقى بسرعه يا دكتور اخد من حضرتك قصه سيدنا عمر في دقيقتين. سيدنا عمير في دقيقتين، لان معانا 3 دقائق في دقيقتين يا دكتور. قصه سيدنا عمير. سيدنا عمير بن وهب رضي الله عنه وارضاه بتتضح في هذه القصه الجميله كيف تتحول العداوات، يعني يتحول هؤلاء الاعداء الى دعاء الى الله. ايوه، يعني سيدنا عمير بن وهب جاي عدو لله والرسول، جاي وسامم السيف ومصمم على إن هو يحد الله ورسوله، كيف تحولت عداوته وأصبح داعي إلى الله؟ إزاي؟ بأن الرسول عليه السلام بيّن له أنه مرسل من الله، أثبت له ذلك. سيدنا عمير بن وهب رضي الله عنه وارضاه جلس مع صفوان بن أمية في حجر الكعبة وقال لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت وقتلت محمد صلى الله عليه وسلم. فانتهزها فرصة صفوان بن أمية فقال علي دينك أنا أتكفل بدينك وروح وعيالك عيالي. سبحان الله، انظر إلى التعاون على الإثم العجيب. كل هذا طبعا الاثنين أسلموا الحمد لله بس من فضل الله. قال اكتب علي امرك، سب سيفه وانطلق الى المدينه. من سيدنا عمر بن الخطاب اول ما شافه قال والله ما جاء هذا الكلب الا لشر. شوف الفراسه بتاعت سيدنا عمر. وراح جاري عليه هو اللي قبله وراح ما ايه باخده كله بتلابيب يعني مكتفه مظبوط. فالرسول عليه السلام قال له دعه يا عمر. فسيدنا عمر لازم ينفذ كلام الرسول، ولكن قال الأنصار اجروا بسرعه خليكم حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه عارف ان ايه جاي بشاره وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ادنوا يا عمير. هو عايز يقرب من الرسول، هو طالب الحته دي فيقرب. ادنوا يا عمير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ما جاء بك يا عمير؟ بعد ما قال يعني صبحكم الله بالخير، قال ان الله ابدلنا تحيه خير من ذلك، السلام عليكم. قال ان كنت حديث عهد بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما جاء بك يا عمير؟ قال ابني أسير عندكم من غزوة بدر. فقال فما بال السيف متوشحا فيه، يعني أنت جاي لابنك جاي بالسيف لي. قال قبحها، شوف بها، قال قبحها الله من سيوف وهل أغلب عنا شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في حجر الكعبة وقلت لولا دين علي وعيال أخشى. فحكى له قال والله يا رسول الله ما جاء بهذا إليك إلا الله، لا يمكن أن يكون هذا إلا من الله سبحانه وتعالى. وأسلم رضي الله عنه وعاد داعيا إلى الله. طيب يا دكتور، هنعود إلى أن كل معجزة من معجزات الملايين 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 المعجزات عندما يراها العبد تكون سببا في هروب الشيطان من حياته ويتحول من عدو إلى داعي إلى الله. سؤال الحلقة يا دكتور،
الله على طول كده خلصنا احنا خلصنا كيف خلينا بقى ناخذ سؤال النهارده كيف يتحول الاعداء الى دعاء الى الله كيف يتحول الاعداء الى كيف يتحول الاعداء الى دعاء الى الله الحقيقه احنا وقتنا خلص يا دكتور ياسر وكنا عايزين ننهل من يعني بئر المعرفه انا جئت متعلما يعني ربنا يحفظك ويبارك فيك ولكن سعادتي بوجودي وسط يعني الله يرفع قدرك العمالقه ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وينفع بكم بعلمكم فضيله الدكتور مجدي الشريف المشرف على لجنه الاعجاز العلمي للقران والسنه بمكه المكرمه فضيلة الدكتور ياسر نصيف رضوان عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ الشريعة بجامعة الأزهر شرفتوني أما عنكم أيها السادة فكل التحية كل التقدير لطيب المتابعة وحتى أراكم الأسبوع القادم يوم السبت إن شاء الله الساعة 12 ليلا نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.